رفاقه وزملائه وأصدقائه إلى الأمتار العشر القانونية. عاد رونالدينو قال له سمعا وطاعة، لأنه لا يملك إلا أن يفعل ذلك. حكم أحمر فعل ذلك في مباراة الإنتر وسامدوريا، وضربة حرة مباشرة، كرة موجودة اصطدت خطيرة، لكن تصل بعد ذلك سهلة عند الحارس كريستيان أبياتي. كريستيان أبياتي، هذه اللعبة الماضية، وهنا حالة التسلل بالفعل موجودة، والكرة القوية كانت من ريزي الذي زاد